الحاجة ما كاين ما يدار غنولي وزير. عاود نسمع. وما يمكنش في المغرب، المياه عندها وزير، البقر والحمير عندهم وزير، السردين والشرن عندهم وزير، والبشر ما عندوش وزير. وهياش هي غنولي وزير البشر المغربي. وعلاش وزير البشر المغربي؟ وانت شتي الزلزال اش طلع من المغاربة؟ طلع منهم المعدن الاصلي، فهمتي؟ المعدن ديال الخير، المعدن ديال ما تدوزني من دوزك. كاش باغي تقول؟ خص المغاربة شي واحد يجمعهم على شي حاجة فري ديال بصح، وهذا هو البلان ديال البليزة الوزارية ديالي. ها؟ وقولي لي مبروك عليك وزارة البشر. وفي غدير المقر ديال هذه الوزارة؟ في درب السلطان من بع الإنسان سولي علينا من الكوبة اليونان. وباش غتبدا السي الوزير؟ بالحرب نتاع الطرقات. كيفاش؟ اللي شافنا حنا البشر المغربي كيفاش تنسوقو وكيفاش تنقطعو الطريق غيحساب لي الزواكة ديال الحرب، زوكات وبنادم تيتجارى قبل ما يطيحوا عليه الصوارخ. والله كون عطاوني وزيرة ديال الدفاع إلى كل فروج أنحط حداه ميترايوز. اللي داز في الليموني الله يرحم، اللي داز في ستوب الله يرحم، اللي داز مكسيري حدا المدرسة الله يرحم. وهي بغت قتلي كل شيء. أتبكي أمو؟ ما تبكي أمي. السي وزير النقل واللوجيستيك، ياك الكسيد ديال الطرقان تتسميهم حرب طرقات؟ حرب تتقتل كل شهر 300 مغربي وتتعطب كل شهر 1000 مغربي، ياك ولا لا؟ يعني عام واحد ديال الكسيد تساوي الزلزال ديال الحوز. ومن اللي هي حرب حرب، علاش ما تنزلوش العسكر المغربي للشوارع يدير خدمته؟ عطوني العسكر شهر واحد، الا ما ولا بنادم يكلاكسوني في خاطره ويوقف في الضو الخضر ما تسميونيش الحاجه.